احتفال العالم كله بمرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد. انتوا عارفين حجر رشيد عليه رموز وكانت دايما هي مسار الحديث واللي أدى للتعرف على اللغة الهيروغليفية القديمة. وطبعا بيعد هذا الحجر زي ما انتم شايفين على الشاشة إحدى أهم القطع المصرية الأثرية على مدار التاريخ، وقد نقل بعد اكتشافه إلى إنجلترا. يبدو أن إنجلترا واخدة الحديث اليوم، ويعرض حاليا هو في المتحف البريطاني للأثار بعيدا عن وطنه. على فكرة أنا شفت حجر رشيد في المتحف البريطاني، وعايزة أقول لكم كمية الإقبال على هذه القطعة، والناس بتشوفه إزاي والناس بتعلق إزاي، وأهمية إن هم يبقوا موجودين فيه في المتحف البريطاني أهمية كبيرة جدا. يعمل الآن فريقا بحثيا لجمع كل الوثائق القانونية والتاريخية التي تثبت أحقية مصر في استعادة أثارها المنهوبة في القرنين 19 و20، وليس حجر رشيد فحسب. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل. دكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الأثار والتراث الحضاري. دكتورة مونيكا مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة شفكي. دكتورة مونيكا، أنت صاحبة هذا يعني الحدث، أنت اللي فجرتي ده وعملتي الحقيقة حملة كده شعبية وكلام. كلمينا عن هذا الحجر وإزاي نقدر نجمع كل الإثباتات القانونية حتى يعود حجر رشيد. هو إحنا بقالنا سنتين شغالين على الملف ده، ومش حجر رشيد بس، إحنا بنشتغل على كل الآثار المصرية اللي نهبت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين من خلال فريق بحثي مكون من طلبة وخريجي الكلية عندنا في دار الوثائق القومية. ولقينا طبعا يعني كنوز كبيرة جدا موجودة في هذا المكان الهام في مصر. يمكن دول أول طلبة بكالوريوس كمان يقدروا إن هم ياخدوا تصريح ويشتغلوا، فهم طبعا بالحماس بتاع الشباب هم بيشتغلوا أحسن مني أنا 100 مرة. فهم أخذوا بالهم من ملاحظات مهمة جدا، إنه مثلا اللي في المادة رقم 16 إنه تم تسليم 17 قطعة اللي كانوا لقوها الفرنساويين في حملة نابليون للجيش المشترك، مش للجيش البريطاني. الجيش المشترك ده كان الجيش العثماني اللي مصر كانت لسه جزء من الحماية العثمانية، والجيش البريطاني. وقعدنا دورنا كويس قوي في الدار، ودورنا كمان في الأرشيف البريطاني، ودورنا في اسطنبول، وما لقيناش أي دليل إنه الجيش العثماني تنازل عن حقه في 17 قطعة، اللي منهم حجر رشيد، منهم جزء من دقن أبو الهول، منهم عمود مهم من معبد منف، وقطع تانية كتير. الجيش العثماني لم يتنازل الجيش البريطاني، ولكن فما فيش ما يثبت يعني إن هو ده هو بالضبط. يعني خرج ولم يعد يعني، فما فيش ما يثبت. فدلوقتي ملكية ال 17 قطعة دي يكون متنازل عليها قانونيا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين كمان إنه كل البلاد الأوروبية بعد الحروب الدارية اللي كانت بينهم في القرن 16 وال 17 وال 18 مضوا اتفاقية بعد حرب 30 سنة اسمها اتفاقية وستفاليا. اتفاقية وستفاليا دي بتقتضي إنه لما يحصل حرب بين دول أوروبية إنه ما فيش أي قطع دينية أو ثقافية تتاخد كغنيمة حرب. تمام. فالحرب كانت بين الجيش البريطاني والجيش الفرنسي. صحيح. الحاجات اللي بنشوفها يعني، انا كنت لسه قريب جدا من ايام في لندن، وتمشيت جنب المسله اللي موجوده على التيمز، وابو الهول اللي موجوده على التيمز، حتى بنتي حبت تتصور. فاللي هو احساس اللي هو انت عايزه تلمي حاجتك وترجعي بيها. يعني انا عندي نفس الاحساس ده بالظبط. انه وكمان الحقيقه انه احنا بقالنا يعني 200 سنه دلوقتي من فك حجر رشيد. طبعا الغرب دايما بيغفل محاولات العرب في فك رموز الكتابات الهيروغليفيه، وشامبوليون نفسه ما كانش هيعرف يفك حجر رشيد الا انه اتعلم على ايدين راهب كان بيعرف ابسي جاي من سوريا، من دير السوريان عندنا في وادي النصرون. فالغرب دايما بيقول احنا اللي اكتشفنا، انه ومن غيرنا ما كانت مصر عرفت ماضيها. بس ده مش حقيقي، ده دايما حق يردي باطل، واحنا بناكل أكيد الكلام بتاعهم ده. اكيد احنا يعني الحقيقه بنتمنى انه يعني 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 هذا المجهود اللي بتبذلوه وهذا الوعي اللي بقى موجود، ان احنا نرجع وندقق ونبحث في كل ما نملكه من اثباتات او اجراءات قانونيه حتى تعود كل الاثار، سواء اللي حضرتك ذكرتيها او اي اثار اخرى، لانه احنا احق بكل ده، خصوصا وان احنا امام افتتاح متحفنا اللي العالم كله منتظره. دكتوره مونيكا حنا، عميد كليه الاثار والتراث الحضاري، اشكرك.
شكرا جزيلا. بشكر كل حد مصري على فكرة على احنا طول الوقت عايزين نبذل مجهود انه نرجع كل حاجاتنا. طيب